على طول لأول الأخبار الموجودة معنا اليوم لرجل بطول فارع يثير ضجة كبيرة في دار العرض ودار السينما الموجودة. القصة اللي معنا اليوم طبعا هم لصديقين شابين كانوا حابين أنهم يشوفوا فيلم في السينما، ولكن ما كان عندهم فلوس أنهم يشتروا تذاكر. فراحوا إيش سووا؟ طلع واحد منهم فوق الآخر، فوق كتف الآخر، واشتروا تذكرة واحدة عشان يدخلوا يتفرجوا على الفيلم، ولكن سرعان ما انفضحوا في النهاية وانكشفوا، وتدخل أحد العاملين واللي كانوا موجودين في دار العرض، وطبعا أقنع الإدارة بالسماح لهم تكريما لابتكارهم وفكرتهم اللي صراحة البعض صدقوا أنه هذا رجل بطول فارع، والبعض الآخر ما صدقوا، هم طبعا اللي كشفوهم في النهاية. وفي النهاية الحمد لله شافوا الفيلم هم الاثنين بتذكرة واحدة. أحيانا بعض الابتكارات اللي تصير لنا أو ممكن أن نبتكرها مو دائما ممكن تودينا وراء أو تودينا في جدار، يعني أحيانا ممكن أنها تفيدنا في بعض المواقف، ولكن هذا شيء مضحك. انتبهوا من الأشياء اللي ممكن تبكي، مو كل مرة تسلم الجرة. صح. خليني أقول لك على الابتكار الطبي اللي موجود، وهي بعنوان مسحة واحدة تكفي. يقول لك العين من الممكن أنها تتنبأ بأمراض القلب. حتتوصل الباحثون من جوجل إلى تقنية جديدة للتنبؤ بإمكانية الإصابة وإصابة الشخص بأمراض القلب عن طريق إجراء أشعة على قاع العين. البرنامج الجديد اللي شاركت فيه تطويره فيرلي، ويمكن أن يستنتج بعض المعلومات بينها السن وضغط الدم ومعرفة ما إذا كان الشخص مدخنا أم لا. يعني هذا على طبطابك لم يجاي ما شاء الله الخبر. واو. تعشق أنت الأخبار هذه. يعني حقيقي ننبسط لما نشوف أنه قديش التقنيات الطبية تطورت عند الكثير وصارت تساعد كثير من الأشخاص، أنه قديش ممكن يتعرفوا على أمراض بأبسط الإمكانيات اللي تكون موجودة. يعني بمجرد أنكم تمسحوا العين تتعرفوا على الأمراض اللي ممكن تكون تصيبكم، أو تعرفوا أشياء كثير في داخلكم. فأنا مع تماما هذه الأخبار، وفخورين دائما بتقدمهم في المجال الطبي. قولي لي إيش خبرك التالي؟ خبري راح نشوف مع بعض طبعا فيديو كيف استطاعت شابة انها او طفلة انها تجذب الدلافين. وطبعا جذبت طفلة صغيرة دلافين منتزه عالم البحار بطريقة بسيطة. هذه الطريقة تعلمتها من شبكة الانترنت. راح نشوف مع بعض اكيد الفيديو. يظهر الفيديو اللي صورته عائلة الطفلة اقتراب الدلافين من الحاجز الزجاجي اللي كان موجود لحوض الماء. مجرد ملامسة الطفلة أو الفتاة الصغيرة لمشطها الذي وضعته على زجاج الحوض. خلونا نروح نشوفه ونرجع لكم. ألي والله تصدقي صوت المشط نفسه اصلا زي صوت الدلفين. الواحد عمره ما فكر فيها. الى الحياه الطبيعيه ونكمل ايضا، ولكن هذه المره الى منظر ارعب الكثير في اندونيسيا. بركان سومطرة اللي بيتخلى عن الصمت بعد 400 عام، حيث ارتفعت أدخنة بركان جزيرة سومطرة إلى 7 كيلومترات في الهواء في أضخم ثوران له منذ بدء نشاطه خلال الخمس سنوات الأخيرة اللي راحت. وقد رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التحذير لرحلات الطيران في منطقة بركان سينابونغ المحظور دخولها من 2013 بسبب هذا النشاط المتكرر للبركان. في فيديوهات لو شفتيها لم يمس الأطفال خارجين مدارسهم يصرخوا يعني وخايفين، والأهالي بيشيلوا أطفالهم. كان منظر فعلا مرعب، وفي فيديوهات لها ممكن تشوفوها على
يوتيوب أو حتى تويتر. يا سبحان الله، يعني الحمد لله على كل حال. ونروح لخبر هو جميل بصراحة، أنا ما فهمته كثير. الخبر يقول متى يحذف واتساب البيانات الموجودة في هذا التطبيق وأيضا يخرجك من المجموعات، وهذه الخاصية أتوقع رح تكون ميزة جديدة لتطبيق واتساب، أنه حفاظا على خصوصية الموجودة في هذا التطبيق وخصوصية أيضا مستخدمي واتساب. يقول لكم أنه أول دخول لغير صاحب الحساب بنفس الرقم لهذا التطبيق، فأنه واتساب على طول راح تمسح جميع البيانات الموجودة في هذا التطبيق، وأيضا راح تخرجك من الجروبات والمجموعات خلال 20-30 ثانية، وطبعا خلال 30 يوم كاملة يتم حذف جميع البيانات وإخراج المستخدم من جميع المجموعات. حلو؟ حلو حلو. كيف واتساب راح تعرف انك غير او مو نفس صاحب هذا الحساب واذا كانوا بنفس الرقم؟ كيف؟ هذه مشكلة، بس اعتقد المسألة هي يعني متعلقة بالفترة 30 اليوم اللي ذكرتيها، اذا ما فتحوا التطبيق هذيك الساعة بيصير هذا الان بيمسح البيانات كلها، بيحذف كلها من او يحذفوك من الجروبات، فاعتقد هذا هو مربط الفرس في يعني الحركة. انا اذا ما دخلت هذا التطبيق في 30 يوم يس يحذف يا يعني اعتقد يعني هي الشيء الوحيد اللي ذكروه، فاعتقد ما حد في هذه اليومين ما يدخل واتساب لمده شهر كامل الا اذا كان في اجازه رسميه وبيحاول يبعد عن العالم كله، بس الا ما الواي فاي يشبك. حبيته فكره جدا جميله، يعني حتى اذا الرقم غيرته احد اخذه من بعدك خلال 30 يوم ما دخلت الواتساب يحذف جميع البيانات حفاظا على الخصوصيه، شيء جدا جميل. مو كثير بنلاقيها الا يعني بتطبيقات معينه او خاصه. خلينا نروح للسياره الكهربائيه اللي بتتحول الى ماوس كمبيوتر ضخم. معقول؟ يس، ترانسفورميشن اصبح واقعا. تعتمد فكرة الابتكار على وجود قرون استشعار بمقدمة السيارة اللي بترسم خط سيرها على شاشة الكمبيوتر أثناء تحركها على الأرض، وبين أصحاب هذا الابتكار مراحل تحويل السيارة الكهربائية إلى ماوس كمبيوتر زي ما بنشوف في هذا الفيديو. لأنها يعني لأنها هذه الشاشة اللي من طبعا من تحت خط السير طبعا بالنسبة لها، بس أعتقد كمان مساحتها أو حجمها بيساعدها على أنه او ماي جاد هذا بيدخل فيها شخصين؟ ايوه، ويقول لك حركتها على حسب ماوس، يكون يعني ماوس سياره يعتبر. مره صغيره، مره حجمها صغير. ايوه بس عشان تساعدهم كمان وما راحوا فرحه عشان ايش يحركوا ايش ليش مغلبين نفسهم انا ماني عارف. ما اعرف ليش. بنشوف دائما ابتكارات، بعض الابتكارات بناخذها على محمل الجد ونستفيد منها، وبعض الابتكارات ممكن نخليها على الجنب. فضاوه. فضاوه بالضبط. الى خبر آخر، دائما نحن بنكون معجبين جدا بعارضات الأزياء وخصوصا الأجانب، وقد إيش هم بيهتموا برشاقتهم وبيتبعوا دايت أو نظام غذائي جدا قاسي، ولكن المعلومة اللي أنا حابة أقول لكم هي اليوم مو كل عارضات الأزياء بيتبعوا نظام غذائي أو النحف والجسم الرشيق اللي يمتلكوه بسبب حمية غذائية، لأنه للأسف البعض بيكون عندهم مرض، وهذا الشيء اللي ما بنعرفه لعارضة أزياء تعترف بإصابتها بمرض هاشيموتو. هذا اسم المرض تحديدا واللي أعلنته عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول العربية جيجي حديد. ومين منكم ما يعرف جيجي حديد؟ طبعا إنها تعاني من مرض يسمى هاشيموتو، أي الالتهاب المزمن للغدة الدرقية، وشائع كثيرا عند السيدات، والذي تسبب في زيادة نحافتها زي ما احنا شايفين في الصور بشكل كبير مؤخرا، وذلك رد على منتقديها في مواقع التواصل الاجتماعي. دائما شفتوا هذه الأشياء قولوا الحمد لله على كل حال ونعمة الصحة والعافية. الجدير بالذكر لمياء انه عشان كمان لقت ناس بتسيء الظن فيها انه هي بتأوفر في حياتها وفي الدايت حقها، ولكن دائما الحكم السريع على الاخرين هذه مشكله كبيره، وفي ناس سبحان الله يعني انخلقوا كذا طبيعتهم ينتقدوا الناس، فحاولوا يعني لا تحملوا نفسكم هذا الذنب لانكم انتم تنشروا فكره على شخص وهم يعني اضطرت انها تتكلم على حاجه خاصه فيها ممكن تضرها نفسيا كمان، لانها صحيح. اتكلمت قدام الناس على شيء زي كذا، تخيلي بالله واحد يتكلم على اشياء خاصه بس عشان يبرر. ف
فعمر ما هو محبذ ابدا. صحيح ابدا، يعني كثير ترى من المشاهير وكثير من الفاشينيستات احيانا بيوصلوا لنحافه جدا زايده والناس بيبداوا ينتقدوهم، ما بيعرفوا يمكن في هذول بيكون عندهم مرض، فدائما نقولوا الحمد لله على كل شيء. ونحن اكيد مكملين معاكم بفقراتنا الى الفقره الاخيره بعد الفاصل.